تورت التفاح او فطيره التفاح اللي كلنا عارفينها بتبقى عجينه وفطيره وبنعجن كتير وبنجهز كتير. عايزه اقول لكم ان احنا النهارده هنعمل فطيره التفاح بس بشكل تاني، اسمها ابل كرامب. الابل كرامبل دي فتافيت كده وفتافيت التارت، يعني التارت مش تحت، مش فطيره هنلف فيها التفاح ولا حاجه. هتشوفوا معايا دلوقتي اسهل حاجه حلوه بتخش الفرن. كلنا في الشتاء بنبقى محتاجين حاجات حلوه جوه الفرن، يعني تطلع كده متكرمله وسخنه، ممكن معاها ايس كريم، معاها حاجه ساقعه، تعمل ميكس خطير. يلا بينا نبتدي بمقادير الابل كرامبل او فطيره التفاح السهله، يلا بينا. اول حاجه عندنا تفاح اخضر، نقدر نستبدله بكمثرى او نميكس التفاح بالكمثرى، اي حاجه. عندنا معلقه صغيره قرفه باودر، ونص معلقه صغيره جوز الطيب، 2 معلقه كبيره سكر بني، ممكن نضيف شويه سكر ابيض لو احنا حابين، نبدله بسكر ابيض لو احنا حابين، كوبايتين دقيق، كوب زبده، نص معلقه صغيره بيكنج باودر، ورشه ملح. يلا بينا. اول حاجه هنشتغل على البوتاجاز. عندنا كمان ربع كوباية سكر باودر، دي زودناها علشان التارت يكون شوية مسكر، اللي مش عايز يحطها ما يحطهاش. لو انتوا هتاكلوها مع ايس كريم او حاسين ان انتوا ما بتحبوش الحاجات سويتي قوي ومسكرة قوي ما تحطوهاش، انا حطيتها علشان نظبط الطعم على قد ما نقدر. هنسخن الطاسة، هنحط فيها زبدة، عايزين نحط الزبدة. اللي هنعمله دلوقتي ان احنا هنشوح التفاح. التفاح من الحاجات اللطيفة جدا اللي بتستحمل معانا الفرن والكرملة وحاجات كتيرة، فزي ما بقول لكم نقدر نستبدل التفاح بالكمثرى، نقدر نميكس التفاح والكمثرى، نقدر نحط اي نوع فاكهة احنا بنحبه. تقدروا تعملوها بالفراولة، تقدروا تعملوها بميكس البارز والتوت والحركات دي، حطوا الفاكهة اللي انتوا بتحبوها، مش خوخ، اي حاجة هتطلع تحفة. اوكي، هنحط الزبده كده زي ما احنا شايفين، ونحط عليها التفاح، نقطعينه دواير دواير، نص دايره، هلال، شوفوا بقى بتسموه ايه كده. تمام، المرحله دي من الطف المراحل عشان ريحه التفاح هنحط عليها شويه بهارات دلوقتي، روائحها تظهر علينا. تعالوا وهو بيتكرمل نشتغل في التارت. بص بقى التارت بقى سهل ازاي. نجيب بوله ونجيب زبده ساقعه، الزبده بتاعتنا ساقعه، دايما بنقول درجه حراره الغرفه، هنا هنستخدم زبده ساقعه. نحط الدقيق ونحط عليه السكر والبيكنج باودر او بيكنج صودا زي ما تحبوا، وهنحط عايزين نحط رشه ملح صغيره، ونقلب نقلب كويس قوي زي ما متعودين واحنا بنعمل ميكس لاي مواد ناشفه. هضيف شوية من القرفة على الخلطة هنا، كده أول ما ابتدي أسمع صوت التحمير هعصر الليمون. نص ليمونه بس، اللي مش حابب برضو ما يحطوهاش، بس انا علشان هيديني نكهه لطيفه كده. المزازه بتاعت الليمون دي مع التارت ايوه هي دي الريحه. شويه كمان ونضيف التوابل بس تتحرمش مع بعض. انا كده اطمنت على ان المواد دي اتخلطت كويس قوي. الزبده بتاعتي ساقعه، هبشرها.
مش عايزه ابشرها، هستخدم عادي جدا كده كده اهو، بس هفركها. يعني مهم قوي الفرك. خلينا نفركها مع بعض علشان لو انتوا مش عايزين. هنفرك كده كده، مهم قوي البس دي اهي، علشان كده كميه الزبده بتاعته كبيره. مش بعجن خالص، انا بس بفرك. وانا بفرك كده هرش رشتين ميه ساقعه، رشتين صغيرين قوي، بس لما اخلص خالص واطمن ان الزبده اتوزعت كويس على كل حبيبات الدقيق. كده ايدي شغاله بالطريقه دي لحد ما تلاقوه شبه الكسكسي شويه. ده اللي بيدينا بقى طعم كأنه ايه، بسكوت متكتر. اوكي هغسل ايدي. هايل، هحط عليه السكر البني وهحط القرفة وجوز الطيب. اللي عايز يزود قرنفل بيحبه يحط جنزبيل، في شوية بهارات كده بتليق على بعض. انا حطيت القرفة والسكر البني وحطيت جوز الطيب. يلا، مش عايزه اكتر من كده، انا كده تمام جدا. هجيب القالب ونحط ريحه التفاح بالقرفه لوحدها حاجه تانية. نحط كده حاجة سهلة جدا، مكوناتها سهلة بسيطة و مش يعني ما بتغلبناش. يعني عايزين ناكل حاجة حلوة سريعة ومختلفة، وكلها أكلات بناكلها في المطاعم ونفتكرها صعبة جدا وهي سهلة قوي. هاخد بقى الرمل اللي أنا كده عملته ده كأنه رمل، بس مرملة ازاي، وهبتدي أفرشه على التفاح. هندخلها على فرن سخن درجة حرارته 180 لحد ما البسكوت ده ياخد لون كده، ونحسه ابتدى اخد لون كويس. ممكن نشغله الشواية، هي بتقعد بالظبط في الفرن 12 دقيقة، من 12 دقيقة ل 15 دقيقة، مش اكتر من كده، مش هنزود قوي كده، كفاية. عايزه اشوف شويه من التفاح على كده. تمام، هندخلها الفرن وبعد ربع ساعه هنبص عليها. يلا بينا. بعد ربع ساعه بالظبط هنفتح نشوف ايه الاخبار. انا شايفه من الازاز زي الفل، ما بتاخدش وقت طويل خالص، خدت اللون اللي انا عايزاه. هايله، بصوا بقى الشكل. عايزه اوريها لكم واحنا كمان بنقدمها، يعني انا عايزاكم تشوفوها كويس قوي. بصوا ازاي اللون حلو قوي، ازاي التارت مستوي كويس جدا. ما تطولوش اكتر من كده، انا بس اخر دقيقه حسيت ان هي خلاص مستويه واخدت لون جولد اللي هو ذهبي يعني بسيط قوي، فهي كده استوت. محتاجه بقى تاخد اللون الحلو ده من الشوايه، في اخر دقيقه واحده فتحت عليها الشوايه.
نتقدم بقى كده، ناخد ونحط في الطبق. يا سلام، التفاح المتكرمل مع القرفة، تحفة. دول بقى شوية كريم شانتيه حلوين كده. وبالهنا والشفا، ممكن بدل الكريمة او الويبنج كريم او الكريم شانتيه نبقى بولة ايس كريم. مش قادرة اقول لكم طعمها عامل ازاي، استنوا ما ندوق مع بعض. انا متحمسة ادوق الحقيقة. البسكوتة مظبوطة جدا، الزبدة كتير فهي اللي بتخليه يقرقش ويقرمش كده. حطوا سكر باودر، اداها طعم حلو قوي وخلاها خلى قرمشتها مختلفة. فيعني معلقتين ثلاثة سكر باودر هيظبطوا معاكم زي ما قلت لكم في الأول. طعمها فظيع بجد، عايزاكم تجربوها.